سئل حكيم ممن تعلمت الحكمة؟ قال: من الرجل الضرير. قيل: لماذا؟ قال: لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام على كل من قال: اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وأهلا بكم في جولة جديدة في برنامجنا وبرنامجكم لا يفلح الساحر. ويكون نجم هذا اللقاء باستمرار هو فضيلة الشيخ راضي الحويتي المعالج بالقرآن الكريم. برحب بك يا شيخ راضي. أهلا وسهلا وسهلا، شرف اللقاء. ربنا يكرمك زحمة، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. في الحقيقة الحلقة النهاردة أنا هتبقى يعني في صورة مناظرة أو تنظير مع الشيخ راضي، لأن هناك يعني على السوشيال ميديا بعض التعليقات المتعلقة ببعض الأشياء اللي كان بيقولها الشيخ راضي. فإن شاء الله بإذن الله يعني أنتوا أعيروا قلوبكم وأسمعكم معنا إن شاء الله حتى يتسنى لنا معرفة هذا الأمر. كلمة السحر والساحر، ناس كتير جدا لا تعتقد في هذا الكلام، ناس كتير جدا شايفة أن الكلام ده يعني مش قادرة تصدقه، وناس كتير جدا متأثرة بهذا الموضوع تأثر تام. فما هو السحر؟ اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اشكرك استاذ احمد على المقدمه الجميله ديت. ربنا يخليك. لكن احنا برنامج لا يفلح الساحر استاذ احمد دايما كنا نقولها لك، انا مش جايين نتكلموا كلام تنظير، يعني على قدر ما هو كلام علمي. نعم. تمام. عشان كده لما نقصله مساله ممكن تلاقي حد مخالف لانه بيصدم بواقع غير اللي هو معتقده. تمام. يعني لما بنتكلموا في مساله السحر ديت انا بقول كلام، والله انا يعني ممكن كنت ننفرد بيه شويه، ان بيبقى صادم للناس شويه، لان الناس مشت على ضرب واعتقاد ان الجن بيصوت ويصرخ من القران والكلام ده. نعم. واعتقدت ان الجن هو السحر. تمام. بناء على ان نقرا عليه القران وننظف والجن يسيبك ويمشي يبقى انت كده صحيت والقصه انتهت عندك وبقيت انسان سليم من السحر خلاص. طبعا الناس صدمت بالكلام ده، هو لان انا بنقول ايه، بنقول ان الجن السحر ده مرض غير الجن نفسه، يبقى السحر ده مرض والجن ده عرض. ايه اللي جاب السحر للجن؟ ده بينهم فرق كبير جدا. فلما بنتكلم في مسألة العلاج بقى، لما يكون حد متخصص بيتكلم في مسألة، بيتكلم في مسألة يعني في عمق الموضوع عشان خاطر ما مش كلام هامشي ولا غيره. الناس بقى بتتكلم، لما قلنا ان القرآن ما بيعالجش السحر لوحده فالناس صدمت، ازاي القرآن ما بيعالجش السحر؟ وابتدوا يهاجموا على السوشيال ميديا زي حضرتك بتقول، وابتدوا يقولوا لا ده انت كده الكلام ده خطأ، والكلام ده كده منافي للشرع ومنافي لكذا. طب هو لو فهم يعني ايه اصلا سحر، وفهم يعني ايه اصلا تأصيل الشرع في موضوع السحر، الكلام يعني هيعقله وهيعرف ان الكلام اللي بتكلمه انا كلام صحيح ان شاء الله، لان ما بنتكلمش في حاجه غير بتكون من الكتاب والسنة والأدلة على كده. علشان كده حضرتك بتقول إيه هو السحر؟ عشان كده الناس لازم تعرف يعني إيه سحر؟ إيه كلمة سحر ديت؟ السحر ده زي ما العلماء يعني فسروه، قالوا أن السحر هذا اتفاق بين ساحر بكفره وجن بقدرته على إنفاذ مكروه معين في إنسان معين. تمام؟ فالسحر ده اتفق ساحر بكفره، أنه كفر لإبليس، مع جن بقدرة علشان ينفذوا أو يعملوا مكروه معين في إنسان معين. هل المكروه اللي وصله للإنسان ده اللي هو بقى كل الكلام بيتكلم عليه، المكروه ده هو الجن ولا مرض؟ تمام؟ هو من خلال التعريف يعني أي ساحر بيعمل سحر يبقى كافر؟ كافر قولا واحدا. كافر. هل السحر هو العمل اللي بنسمع عنه؟ أيوه، هو العمل الأسود والعمل كل أي حاجة من يعني دي كلها يعني مسميات. يعني العمل ده هو السحر. هو السحر. يعني حكاية تقول لك معمول لعمل يعني هو معمول له سحر. هو ده السحر. طيب لكن هنفهم بس ناخد الأول سعيد من القاهرة. السلام عليكم سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سعيد؟ لو سمحت ممكن أكلم الشيخ راضي؟ اتفضل يا أستاذ سعيد. لو سمحت يا عم الشيخ. اتفضل. لو سمحت أنا من ثالث يوم العيد الكبير. تمام. حصل يعني أنا متجوز ومعايا ثلاث أطفال. تمام، ربنا يبارك لك فيهم. فيعني مراتي كانت بتشوف حاجات كل يوم، كانت بتشوف شخص ويقول لها على حاجات والحاجات دي بتتحقق. تمام تمام. لما جينا ندور على شيخ وكلمناه، الموضوع من ثالث يوم العيد اتطهر. تمام. يعني هي بقت تعمل حاجات اللي هي قومتني وكسرت الدنيا فحضرتك احنا جبنا واحد جبنا شيخ ويعني عالج معاها. طيب. بس برضو ايه يعني عشان دلوقتي بتنام في نفض عشان وقت الحياة. ماشي، قول لي الاعراض اللي عندها بقى. ماشي اتفضل.
مع حضرتك، انا بكلمك في قصه يعني قعدت ما هو فيها بتاع 4 شهور. ما هو انا قصة، دلوقتي عايز اعرف حاجه. ما هو قصة سعيد بن هو سعيد. كان هيقول العرض، هو كان هيقول العرض، قال لك بتنام وانت قطعته. القصه كمل. القصه طيب. بقى ان دلوقتي انت رحت للشيوخ، الشيخ بيعالج اصلا عندنا اعتقاد زي ما احنا قلنا ان الشيوخ أكمل. كلهم بيعتقدوا. طب يكمل الاول. تمام، اتفضل 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 يا سعيد. حضرتك انا جبت شيخ، فهو قال هي معمول لها سحر. يا استاذ برضو انت كده هتضيع وقتي وخلاص. انت الكلام الشيخ انا ماليش دعوه بيه، لان معلش 99% من كلسه ولسه احمد، 99% من الشيوخ او الا من رحم ربي اللي بيعالج، تمام، كله بيعتقد ان الجن هو السحر. فخلاص هو بيعالج العرض، ما بيعالجش مرضي، بيعالج خطا، تمام. فانت ما تقسليش على الشيخ، انا عايزك ايه اللي بيحصل عند زوجتك. هو كان هيقول لك العرض. ما هو لا، هو هيتكلم على الشيخ عمل وخلى. سعيد لو انت معانا قول العرض، قول الاعراض اللي جت على زوجتك. اقول لحضرتك من ثالث يوم العيد، انا اقول لك على القصه. انا لما كنت بقعد انا ومراتي في اي كافي في اي حاجه، كانت تبص لاي حد تقول لي الشخص ده في كذا وفي كذا وفي كذا. تمام. لما الناس تكلمها كان يعني كنت اواجهها بالناس، تحكي لهم تقول لها حصل، تقول طيب. انت قبل ما تنزلي دلوقتي حصل معاكي كذا وكذا وكذا، تقول لها حصل. طيب زوجتك حضر عليها جن قبل ما يحصل معاك الكلام ده كله؟ لا، انا حضرتك شعر مراتي يعني وصل اللي هي شعر الراجل، الشعر يتساقط. طيب في تعب في المعده عندها يا استاذ سعيد؟ كانت تحس اللي هي في نفسها غم عليها. في صداع وطول. طيب في صداع؟ انا اقول لك على حاجه يا دكتور، انا يا سيدنا الشيخ، انا رحت عملت اشعه ب 1500 جنيه صداع، تقول لي انا حاسه ان في حد ماسكني من هنا وماسكني من هنا وبيوصل عقلي. بص يا سعيد، القصه بقى ان زوجتك دي عندها دي اعراض سحر، فانت تجيبها لنا ان شاء الله نعالجها لك، لان الجن بيسد الشرايين او الاكسجين اللي رايح طالع الدماغ. يا استاذ احمد زي ما الاخت اللي بتاعت فرنسا اللي كانت بتكلم النهارده، انا قلت عليها عن سكرك برضو على الهواء، برضو نفس القصه كده، صداع ما بينتهيش نهائيا مع عملت جميع الاشعه وعملت جميع التحاليل في فرنسا وما فيش حل. يمكن الضغط عالي عندها. لا، ما عملت كل حاجه، خدت بكل الاسباب. نعم. الاطباء بيقولوا بتقيس الضغط. طيب ما عندكيش حاجه. الاطباء بيقولوا ما عندكيش شيء. فلما قلت لها يعني اعملي قياس اكسجين لدماغك، في اكسجين واصل دماغك كويس ولا لا، ففعلا حصل ان في الجن بيسد الاكسجين اللي رايح للدماغ، فبيحصل الصداع ده. طب ممكن يمنع الاكسجين الوصول للدماغ يكون حاجه عضويه. ما هو بيعمل حاجه عضويه فعلا يا استاذ احمد، لكن مش طبيه، تمام، يعني مش علاجه طبي، يعني هو بيعمل مرض عضوي فعلا لكن لا يعالج طبيا. بقى يعالج طبيا بعد ما نعالجه السحر الاول، بعد كان نعالجه المرض. ما هو العضو ده عضو طبي، فممكن جدا يكون في اسباب لعدم وصول الدم من المخ، مش لازم يرجع الى خدت بجميع الاسباب يا استاذ احمد. خدت من الاول، بنقول للناس من فرنسا هي. بنقول نعم. للناس ايه، خدي كل الاسباب. هو بقول لك انا عملت اشعه وعملت كذا وكذا، دكاتره يقول ما فيش حاجه، طب ايه اللي تعب، ايه المرض؟ فهنا يبقى في حاجه تانية، تمام. لما نتكلم عن المرض دلوقتي هنعرف ان فعلا ممكن الجن يعمل كده. قبل ما نتكلم عن المرض، بس عشان ده حق سعيد عليا، مساله ان زوجته بقت تعرف الحاجه اللي عند الناس الخفيه، وده علم غيب. وهو بيقول ده على لسانه، والله اعلم. تمام. هل ده يرجع الى سحر ولا يرجع الى شيء تاني؟ في حاجه استاذ احمد ممكن الجن يعملها. ممكن الجن يخلي الانسان يحلم باحلامه تتحقق، او يحس بالحاجه قبل ما تحصل، او يبص في عينيك يعرف انت فيك ايه، تمام. بيخليك تحمل الثقه في نفسك، عشان يبقى انت انسان مرفوع عنك الحجاب، او انت انسان قريب من ربنا، عشان كده عرفت فلان ده بيعمل ايه ويخليه. نعم. او عشان يرعب اللي في البيت حواليها، تمام، او يخليها مثلا خلاص ما حدش يكلمها، عشان لو حد كلمها هتعمل كذا. نعم. فاللي حواليها، المجتمع اللي حواليها بيبقى مرعوب منها خلاص. تمام. او فالجن بيخلي يزود ثقه فيها، عشان خاطر هي تثق في نفسها ان انا قريب من ربنا، بناء على كده بنعرف ايه اللي بيحصل. او بنعرف ايه اللي او نبص في عين حد نعرف ايه اللي بيحصل معاه. فده طبعا ممكن يكون من جن سحر، او جن خدمه حد حضره عليها وسابه. يعني ممكن يكون الشيخ اللي كان بيعالجها حضر عليها جن خدمه او جن عشان يطلع اللي عليها، قعد هو كمان. فبيبدا يشتغلها عشان خاطر يخليها تشتغل في موضوع السحر ده ويفضح الناس اللي حواليه. طيب صحيح الكلام صعب شويه، مش قادر استوعبه مع الشيخ راضي، موضوع صعب عليا. لكن ناخد ام ايمان من كفر الشيخ. السلام عليكم ام ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ راضي؟ ربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا رب. لو سمحت يا شيخ، انا عندي منامين وعندي صغير. تمام.
منى مين بقى؟ خليك مع الاستاذه منى بقى. منى مين يبقى؟ انت بقى تابعينا في احلام منى كل يوم سبت ان شاء الله. الساعه 7 بقى خليك مع الاستاذه منى. مع معبره الاحلام. اصل انا حاليا مش قدام التلفزيون، فانا معاش ميعاد البرنامج يعني وكده. ف ربنا يحفظك. طب اتفضلي. طيب اللي عندك ايه؟ سيب المنامين يوم السبت بقى. لو سمحتي، انا منام كانت في واحده جارتنا حلمت لي منام ان هي قاعده في قدام البيت هي وجوزي انا. فانا ماشيه لابسه بنطلون وصندقر، فماشيه وبتقول لي انت رايحه فين يا عزيزه؟ قلت لها ان انا رايحه اشتري فستان. طيب بصي يا استاذه، موضوع المنام ده خليكي في بصي ام ايمان لو سمحتي، المنامات والاحلام متعلقه ببرنامج خاصه بالاحلام، وعندنا برنامج للاستاذه منى طلاب معبره الاحلام في احلام منى بيجي كل يوم سبت. واحنا معاها لو بقى في حاجه نقول لك. ايه السؤال اللي عندك؟ سيب المنام، ما هو سؤالك؟ طيب للاسف ام ايمان فصلت من كفر الشيخ. طيب تابعينا ام ايمان ان شاء الله لو تقدري تتابعينا. طيب اذا انت عايز، هنرجع بقى لموضوعنا، بتقول ان السحر مرض. ايوه السحر مرض. طيب. مرض زي اي مرض خاص بالاطباء فعلا. طيب وله علاج؟ له علاج طبعا، علاج طيب. بسيط جدا لو اتعالج صح. مين اللي بيعالجه؟ حد يكون تخصص في هذه المساله. لما احنا نقول ان الاطباء بيتخصص في العلاج بناء على دراسه علميه تمت في كليه الطب، تمام، وبالتالي قدر من خلال سنوات الدراسه يتعرف على ازاي يشخص المرض وازاي يعالجه، تمام، جميل، مظبوط، تمام، وده اسمه الطب المبني على الدليل، تمام. لما نيجي بقى نقول للمعالج اللي هو معالج السحر، من اين له اتى العلم والتشخيص والمعالجه؟ لكن اعتقد معانا اتصال. مين؟ طيب الاتصال فصل. فانت بقى فصل الحكايه، اتفضل. الاول عشان خاطر نقدر نوصل لمضمون ان السحر ده مرض، نعم، احنا بنتكلم في الشرع الاول، تمام، لان السحر ده متعلق بالامراض اللي هي متعلقه بالشرع، تمام، يعني اكتر ما هو متعلق بالواقع اللي هو الامراض العضويه، لكن هو بياتي بمرض يكون حد عامله مفتعله، تمام. فلما يكون حد مفتعله هو له علاج في الشرع عندنا اللي النبي قال عليه وحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فاحنا يبقى عندنا طريقين نمشوهم، تمام، الطريق اللي هو بالشرع ان احنا نعالجه بالشرع، والطريق الثاني اللي هو انه ده مرض عضوي نلجا فيه للاطباء برضه، تمام، لو هو لان السحر ده بيأثر على اعضاء في الجسم، تمام. بعد كده بعد ما نعالج السحر ده نبدا نعالج مرض عضوي عند الاطباء، مفيش مشكله. لكن اللي عايز نوصل له اللي هو مضمون ان ربنا لما خلق الانسان، لما خلق الله تبارك وتعالى الخلق، خلق الانسان ده له اجهزه وله اعضاء، والاعضاء ديت فيها انسجه، والانسجه ديت فيها طبعا كل شيء من الالياف وغيره. الالياف والانسجه ديت بيتكون او الخلايا ديت لو ربنا خلقها عشان خاطر تكون لها اعتدال ماشيه فيه. لو دخل اي فيروس او اي شيء جسم الانسان وغير مسار الخلايا ديت عن معتدلها او عن طريقها اللي ربنا خلقه عشانها، يبقى هتبدا الخلايا دي تتاثر. اول ما تتاثر الانسان هيبدا يحس بالمرض. تمام. يبقى هو ده المرض، يبقى الاطباء بيشخصوا المرض بناء على ايه؟ على العدول عن الطبيعه، تمام، يبقى سواء هو كان راح يمين او شمال. يعني نضرب مثلا طب ناخد فاطمه ونعود للمثل الجميل. فاطمه السلام عليكم. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اتكلم مع الشيخ راشد. اتفضلي يا فاطمه. سامعك، اتفضلي يا فاطمه، اتكلمي. حضرتك فضلت الشيخ، ربنا يكرمك ويحفظك يا رب، اتفضلي. لو سمحت انا على طول بشوف تعابين على طول وانا نايمه، تمام، على طول بحلم بتعابين، وعلى طول بحلم زي ما اكون يعني واحد بيشدني وانا نايمه من جنب جوزي، وساعات برضو بشوف يعني شكل جوزي كده وانا نايمه بالليل ان هو بيشدني وعايزه اقوم معاه، وبعدين بس انا حاسه ان زي ما اكون مش هو. طب بتحلمي احلام جماعه فاطمه؟ ايوه. طيب في الدوره مظبوطه ولا بتلخبط معاكي؟ لا متلخبط على طول. طب ممكن نزل عليك نزيف قبل كده ولا حاجه؟ نعم. نزل نزيف قبل كده ولا حاجه؟ لا. طب في الم في ظهرك من تحت؟ ايوه. طب تحلمي انك ماشيه حافيه؟ لا. تحلمي انك في امتحان ومش عارفه تجاوبي فيه؟ لا. طب في حموضه وحرقان في صدرك؟ ايوه. طيب ماشي فاطمه، هو دي اعراض سحر يا فاطمه، تمام، هو جن بيخليك تحلم الاحلام ديت عشان بس وقت البرنامج، لكن احنا دي اعراض سحر. احنا بنقول ان السحر ده مرض لازم يتعالج زي اي مرض تاني،
تمام؟ فالافضل هي دلوقتي بتقول ان انا بشوف تعابين وانا نايمه وبحس ان حد بيشدني من جنب جوزي، اللي بيخليها تحس، ده ليه علاقه بالسحر؟ اه ده اللي بيخليها تحلم بالاحلام دي يا استاذ احمد، ده الجن. اه لكن القصه مش في الجن بقى، القصه ان الجن ده جاي ليه؟ جاي لحسد ولا جاي لسحر ولا جاي لمس؟ يعني معنى ذلك اي حد يشوف المنام ثعابين مثلا او كده، ده معناه ان الجن بيوريها له؟ لا ممكن شيطان عادي، لكن الشيطان بقى لو الاحلام ديت ايه الفرق بين الشيطان والجن؟ احنا قلنا المره اللي فاتت بقى نقولها تاني، ما انا بصراحه مواضيع متلخبط. الجن ده اللي هو ابن، الجن ده اللي هو ابن الجان، اللي هو ربنا خلقه وخلقه من نسل الجان، لكن القرين او الشيطان اللي هو ابن ابليس اخو الجن. تمام، احنا قلنا ان الجن ده ابن الجان، تمام، الجن ده بقى منه ابليس، ابليس بقى اولاده القرناء اللي هم الشياطين. يعني الجن الجن ده قصه إبليس، وابليس ده قصه تانية خالص. ابليس من احفاد الجن؟ لا، ابليس اخو الجن، ابن الجان. ابن الجان، ايوه، زي ما الجن اولاد الجان. اه الجن، الجن دول كلهم. طب ليه ده تصنف؟ طب خلينا ناخد روح البحيره. ناخد ايمان. السلام عليكم ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ايمان. معلش يا فضيله الشيخ، اطول مع حضرتك شويه لان يمكن انا اصلا الحلقه كلها عنا انا. والله طيب اتفضلي قولي. بتقول ايه عنا؟ المشاكل عندها كلها يعني. 10 اخوات. الايه؟ احنا 10 اخوات. ربنا يبارك فيكم. تمام. واخ من الاب. تمام. فبالنسبه لينا حضرتك من بدايه الحياه كلها ان احنا كلنا دايما على طول في نزاع ودايما على طول ما بنقبلش بعض خالص. تمام. فده بالنسبه لحضرتك ان كل الاخوه كلهم تزوجوا، انا دلوقتي مع والدتي. تمام. فحضرتك بالنسبه ليا ان انا اصلا دلوقتي والدتي ما بتستحملنيش في اي حاجه ومش بتقبلني في اي شيء خالص. تمام. طيب ده ممكن يكون شيء طبيعي يعني يا فاطمه برضو؟ هو قاعد معاها، يجي الاخ الثاني لو شاف الاخ ان هو فيه يمشي وما يقدرش ان هو يقعد معاه خالص. ده ممكن يكون شيء طبيعي، لكن السحر مش هيعمل الصوره ديت يا اخت فاطمه برضو. فاطمه لا، ايمان. ايمان، السحر مش هيبقى بالصوره ديت يا ايمان. ممكن يكون ده شطان بينكم بقى، هو الابليس ابن ابليس او ابليس اللي احنا بنقول عليه ده، هو اللي عامل لكم الشغلانه دي كلها، لكن الجن مش شغلته دي اصلا، مش شغلته انه يعمل مشاكل بين لا لا لا، هو الجن ده جاي سحر عشان خاطر يمرض فلان، عشان خاطر يطلق فلان، عشان خاطر يتجوز فلان، عشان خاطر كذا، عشان خاطر كذا. لكن 10 اخوه لا، ممكن لو هو سحر وراثي من الام يعمل عندهم اعراض متباعده او اعراض متفرقه بينهم كلهم. تمام. لكن مش بالصوره، ده شغل ابليس. تمام. عشان كده بنفرق بين الجن وبين ابليس. تمام. ابليس ده اللي هو كافر، اللي هو اولاده كلهم في النار. نعم. اللي هو اولاد القرناء. تمام. لكن الجن لا، الجن ده اللي هو طبيعي ابن الجان، اللي هو زي اخو ابليس، اللي هو ممكن مسلم وكافر وبار وفاجر وكله. طب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان هو ان الجان ولاده الجن وابليس، هل له اسانيد؟ يعني هل الكلام ده منقول عن اسانيد من القران من السنه من كذا؟ هو بص احمد، هو القصه كلها في ايه بقى؟ ان هل الجن ده هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى؟ نعم. لما ربنا خلق الجن او خلق، احنا مؤمنين بانه في جن وعندنا سوره اسمها سوره الجن في القران. ده كلام كريم. لما ربنا خلق الجن خلق الجن زي ابليس، لما ربنا اتكلم على اصل الخلقه اتكلم على الجن نفسه. تمام. لما اتكلم على اصل الجن نفسه قال خلق ادم من وصف لكم وخلق الجن من مارج من نار. لما اتكلم على اصل الخلقه اتكلم على الجن. تمام. ما جابش سيره ابليس في الموضوع اصلا. نعم. تمام. وبعدين ربنا بيقول الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. كان يعني من الجن، كان من الجن، يعني ابليس مش اصل الجن. لكن هو من الجن، من الجن نفسه، من الجن نفسه. يعني اخو الجن، اخو الجن. تمام. لكن فسق عن امر الله تبارك وتعالى لما ربنا رفعه من الارض الى السماء. ابوه اللي هو الجان اللي هو زي ادم بالنسبه لنا احنا. تمام. ده كان جان اللي هو اصل خلق. بعد كده كان له ذريه اللي هم الجن اللي كان منهم ابليس. نعم. بعد كده منهم البر والفجر وكله. بعد كده ابليس ربنا امره بالسجود لم يسجد. تمام. ربنا انظره الى يوم القيامه وخلى منه ذريه اللي هم القرناء اللي هم مع بني ادم. تمام. تمام. ده الاصل يعني. طيب. لكن في ناس بتقول ان ابليس كان ملك من الملائكه والكلام ده كله كلام طبعا ايه. لا، هو كان من الجن، كان ملك من ملوك الجن، كان من الجن ففسق القران عن امر الله عز وجل. تمام. طب ناخد احمد من القاهره. السلام عليكم احمد. انت كلمك احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده مش احمد، ده حد تاني. ايوه انا مرات احمد. طب اتفضلي يا استاذ. ايوه حضرتك، انا كنت تعبانه. تمام. ممكن اكلم الشيخ؟ ما انت بتكلميه، ما مش بتكلميني انا. سامعك.
قولي. طيب حضرتك انا كنت تعبانه وكنت بتعالج من الموضوع دوت. تمام. فجالي يعني جالي مثلا اللي هو كان عليا حاجه كده وكنت كان بيغمى عليا وكنت بغيب فتره كده وجالي كذا شيخ. تمام. وكنت بنام وبحس ان انا ما كنتش بنام. تمام. وكنت بقوم ظهري كله كان زي ما يكون حد زي ما يكون هابس في ظهري كده. طب دلوقتي في حاجه من ديت يا اسمها كنت بحس ان انا يعني زوجة نايمه أحمد. نايمه وفي نفس جنبي. طيب تمام. في دلوقتي في اعراض من ديت ولا خلاص؟ لا هو دلوقتي انا يعني هو انا الحمد لله اتعالجت من الموضوع دوت بس في احلام انا بحلمها. زي ايه بقى؟ عايزه اعرف يعني كنت احلم ان انا دايما ما يعني حاليا دلوقتي احلم ان انا معايا بنت بتظهر لي على طول. بنت صغيره. تمام. وبتخليني يعني احلم ان انا حامل وبتقول لي ان انت حامل وبتوريني اللي في بطني هي اللي بتوريها لي. تمام. في تعب في جسمك بقى يا اخت زوجة احمد؟ في تعب في جسمك جسماني؟ لا حاليا لا هو بس انا كنت عايزه اعرف هو يعني هو الموضوع كله يعني هو ممكن يخش من نسبة الاحلام. طب خليني اسال سؤال انا بس ممكن. يعني برضو بعد اذن حضرتك فضل. حضرتك متجوزه احمد عندك اولاد؟ ايوه معايا ثلاث عيال. ثلاث اولاد صبيان؟ اه. ممكن تكون عندك؟ لا معايا ولدين ومعايا ولدين ومعايا بنت. اه ماشي خلاص. هو بس عشان اوصل لك حاجه السحر كده تقريبا الله اعلم ان انت ما فيش حاجه بدل خلاص الاعراض انتهت من عندك ما تعلقيش نفسك بالشيوخ ولا تعلقي نفسك بشيء. تمام. انسي الموضوع يعني غيري بقى. تمام. لكن بس اقراي سوره البقره واسمعي سوره البقره كتير ان شاء الله عشان لو في مس ولا حاجه يمشي وخلاص. لو في مس ولا حاجه مس بس ولا حاجه من شيطان يمشي وخلاص. طيب لكن انت كنت بتقول حضرتك بانه وده كان التعليق اللي تم على السوشيال ميديا فيما يتعلق ان القران لا يفيد او لا يفيد في علاج السحر. لا فانت بتنصح انها تقرا سوره البقره ولا احنا فاهمين غلط يا شيخ راضي؟ بص يا احمد وضح للناس. احنا بنقوله بقى دلوقتي. اه اتفضل. السحر ده جاء شيء والمرأة والجن شيء. القران يعالج الجن اللي هو مكلف بالسحر ويعالج السحر بقدر الله تبارك وتعالى لان نعم. السحر ده من ضمن الامراض اللي دخلت جسم الانسان زي اي سحر تاني. آه. زي اي مرض تاني. تمام. كانه زي ده كانه غضروف كانه سرطان كانه صداع كانه ايا كان دخل السحر دخل خلايا الانسان نفسها ابتدى نعم. ياثر على خلايا الانسان. بعد كده ابتدت الخلايا تتاثر ابتدى يبقى في اعراض للسحر. تمام. ابتدى يبقى في اعراض عضويه على جسم الانسان نفسه عشان كده لما بنشخص السحر بنشخصه من الاعراض اللي بتحصل عليه اعراض عضويه لان المرض زي ما احنا قلنا استاذ احمد المرض ده نوعين نوع معنوي ونوع حقيقي. النوع المرض المعنوي اللي هو زي الحقد والغل والكفر والى اخره والحسد وغيره. المرض العضوي اللي هو المرض او المرض الحقيقي اللي هو المرض العضوي اللي هو بيخرج من جسم الانسان نفسه. تمام. يبقى السحر ده خلايا او شيء نجس دخل جسم الانسان ابتدى ياثر على اعضائه ابتدت الاعضاء ديت يعني تنحرف عن مسارها اللي ربنا خلق عليه ابتدى الانسان يحس ان في مرض عنده. والدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما النبي ما كانش يعرف ان عنده سحر. لا احنا موضوع بقى حديث النبي ده صلى الله عليه وسلم هنسيبه عشان في ناس رفض هذا الموضوع هذا الحديث شكله الموضوع رغم انه في البخاري. تمام. يعني عشان ده النبي معصوم وقصه طويله قوي. طيب. هنتناقش فيها لكن بس معانا الاول منال. السلام عليكم منال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا منال. انا بس عايزه اتواصل مع الشيخ راضي لان انا يعني رحت لهم القريه والبحيره. تمام. من 10 ايام كده لما شفته في التلفزيون لان انا بقالي سنه ونص تعبانه جدا. نعم. ورحت الناس كتير. تمام. وما بقوش عارفين يفكوا لانه كان سحر سفلي. تمام. انا وزوجي. تمام. نعم. ف يعني انا عايزه اشكره جدا لان احنا بناخد العلاج بقالنا 10 ايام لسه ما خلصناش العلاج على فكره. تمام. بس حاسين بتحسن بس انا عايزه اساله سؤال. اتفضلي. لان احنا بنصدع جامد 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 احنا الاثنين في توقيت واحد. تمام. واحنا بناخد العلاج. طيب هو انا اولا يعني انت بتشكرين انا اشكرك على ذوقك ده لكن ربنا يحفظك يا رب. لكن العلاج له اعراض او له لازم يكون له رد فعل. تمام. فانت لا اصبري لما تخلصي علاجك نهائيا زي ما الشيخ جلال قال لك لو هو اللي عالجك زي ما الشيخ جلال قال لك امشي على علاج مظبوط حتى لو حصل اعراض ممكن الجن يخليكي يحصل لك اعراض منافيه شويه عشان تسيب العلاج. تمام. فالصداع ده كان بيحصل معاكي قبل ما تتعالجي اصلا ولا حصل معاكي بعد ما خدتي العلاج؟ لا كان معايا قبل العلاج. يعني الصداع ده كان اساسي عندك. طيب اهم انا عندي حاجتين يا ام احمد.
لا منال، منال منال انا عندي حاجتين لازم نرتكز عليهم في علاج السحر يا اخت منال، اللي هو الجهاز، ايوه الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. اه لو دول اه الاتنين استريحوا يبقى كده خلاص الجن، لو لو الجهاز العصبي عندك استريحي استريح ونمت كويس وما عادش فيه احلام ولا كوابيس، يبقى كده الجهاز الجن ما عادش بيتحكم في الجهاز العصبي عندك. تمام؟ هو اللي باقي بيوجعني عظمي لا بس ده موضوع دلوقتي سهل، ده لازم ده بيبقى نتيجة بناء على وجود السحر في جسمك فترة كبيرة، يعني فلازم يبقى يكون اه تعبك عضويا. لكن انا زي ما قلت اه لك انا عايز، انا عندي حاجتين لازم ما نرتكز هو عليهم. مش عضويا لان شيخ راضي بيتنقل طب الالم بيتنقل خليكي معايا يا اخت منال، بيتنقل انا اقول لك والله خليكي معايا بس. انت دلوقتي كان عندك سحر يا اخت منال تقريبا من 5 سنين او 6 سنين، تمام؟ السحر ده زي ما احنا بنقوله ده مرض دخل جسمك، حصل حاجات في جسمك خلاها امراض عضويه مزمنه يا استاذ احمد، خلى عندها تمام. التهابات مزمنه زي ما الدكاتره بيقولوا الالتهابات دي لا نوعيه، يعني نعم ممكن تروح الدكتور تكشف 50 مره على التهاب وما يروحش، نعم فالدكتور يشخصك ان التهاب لا نوعي، يعني ملوش نوع عنده انه يديله مضاد او غيره. نعم فيبدا السحر يعمل الالتهابات دي، التهابات عامه في الجسم كله. ليه؟ لان ده فيروس ونجاسه دخلت الجسم اثرت على الجسم الفتره دي كلها، فلما نعالج السحر او نطلع السحر من جسم الانسان زي ما الاخت منال بتقول انا حسيت براحه تقريبا والله اعلم ان هي تكون حاسه براحه 50 70% بعد ترجيع السحر ونضافته من جسمها. بعد ما تخلص السحر من الجسم ده بيبقى السحر عمل امراض عضويه في الجسم. يعني هل هناك علاقه ما بين الفيروسات والسحر او البكتيريا والسحر او الفطريات والسحر مثلا؟ اه ده اكيد في علاقه، ده اكيد. طيب هي قالت في اتصالها ان ده تم تعريفه بانه سحر سفلي. تمام. السؤال الان ما هو السحر السفلي وازاي شخصته انه سحر سفلي؟ لا هو ده دي بقى مرحله متقدمه شويه، احنا عايزين الاول نبدا، احنا لسه في البدايه ده كله. في البدايه احنا لسه ما طب ما انا بس ردا على السؤال، يعني هي لسه معايا اخت منال ولا لا؟ خلاص لا منال مشيت من طيب. بدري من بدري هو مشي. هو انا برضه عشان يعني الايه نوصل للناس. السحر ده يا استاذ احمد مرض، كأنه واحد جبت مثلا جمرة نار وحطيتها على ايدك كده اكرمك الله يعني او اعزك الله منها على ايدك، قعدت مثلا ساعة على ايدك، هل جمرة النار ديت هتشيلها من على ايدك مش هتسيب اثار؟ لا طبعا اكيد هتسيب اثار، يبقى خلاص السحر ده كأنه جمرة النار ديت هتكون موتت خلايا وعملت مشاكل أيوة كتير. ايوه هو السحر كده. آه. بيخش الجسم يا استاذ احمد بيموت خلايا في المعدة، بيموت خلايا في الدماغ نفسها، بيموت خلايا في الجسم. ولذلك انت عايز تقول ان 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 السحر يعالج بالطرق العادية ايوه الطبيعية الطبية ايوه، وبعد كده يعالج بالقرآن. بعد كده القرآن ده مرحلة، مرحلة للجن بقى، مرحلة للجن. احنا هنعالجه السحر بمرض بشيء محسوس زي ما هو محسوس. نعم تمام. وبعد ما نعالجه السحر بنعالجه اللي كل في السحر بقى اللي هو الجن. اه يبقى القرآن بيعالج ايه؟ القرآن بيعالج الجن السحر. لكن السحر ده لو ربنا قدر ان ربنا ان السرطان يعالج بالقرآن يبقى خلاص، يبقى هنقفل المستشفيات ونقعدوا الدكاترة في بيوتهم هنعالجوا السرطان بالقرآن. طيب ناخد تمام؟ ناخد ياسمين ثم نعود مرة معلش ياسمين نوصل معلومة. السلام عليكم ياسمين، وصل معلومة ياسمين. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي. كنت عايزة أكلم الشيخ. اتفضلي ياسمين. أنا بنت خالتي عندها نفس كل شوية تتكلم وبيقول أنا هخرج، أنا هخرج ما بيخرجش ولا أي حاجة، وعلى طول بتصلي مش عارفين نعمل. بص يا ياسمين مفيش حاجه اسمها جن السحر يتكلم على حد، دي ده كلام فاضي اللي بنشوفه عند الشيوخ. ده جن السحر ده بابا، ده جن مكلف جاي يتجسس على انسان مش ما يظهرش باي شكل من الاشكال. يعني بعض الناس، طب خليني بس يعني انا هسال السؤال ده، وناس كتير اكيد برضو محتاره، في بعض السيدات يبقى تلاقيها بتتكلم بصوت راجل تخين او تتكلم بلغه هي عمرها ما تعلمتها. طيب الكلام ده بيحدث. لو احنا خدناك كده وخدناك جاسوس وديناك لاسرائيل جاسوس. اه لا بلاش انت هتوديني ازاي على لو اديناك جاسوس دلوقتي هناك هتقف وسط كده تل ابيب وتقول لهم انا جاسوس عليكم؟ لا طبعا. لا مش اكيد مش صح. هو ده جن السحر يا استاذ احمد. اه جن السحر ده اخبث مما تتخيل. طب انت رد حضرتك ايه في ان الناس بعض السيدات تتكلم بصوت احنا بنقول لك اهو بقى، انا بنقول لك اهو. اه انا هنقول لك اهو. فيبدا جن السحر ده جاي على الانسان ده، هو جاسوس من عند الساحر، روح اعمل له كذا وكذا وكذا وكذا، اوعى يحس ان عليه جن. يعني من ضمن الضوابط عند الجن بتاع السحر استاذ احمد ان المسحور ما يحسش بيه، يحس باعراضه بس ويعالجها طول عمره، ما تروحش من عنده لان هو مش 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 علاجه طبي. فالشيخ اللي يكون فاهم يفرق بين السحر وبين الجن. فالجن ده جاي مكلف من عند الساحر، روح لفلان اعمل له كذا وكذا وكذا، جاي ببرنامج تمام، بدايه اروح اعمل له كل اللي قاله عليه الساحر. فمستحيل جن السحر ده يطلع ويقول لك اصل انا عليك واصل انا مش هنخرج واصل انا كذا وكذا وكذا وكذا. تمام.
فيبدا الناس بقى انوهمت بيه عند الشيوخ انه بيروح بيسمع عند الشيوخ ان الجن بيتكلم. فبناء على اللي هو اعتقده وهو رايح للشيخ يبقى الشيخ اول ما يقرا عليه قران هنصرخ ونصوت ونوع ويتكلم عليه جن. جن السحر استاذ احمد اخره خالص ان انت لما تكون بيقرا عليه هيعمل تنميل في جسم الانسان، هيتقل جسمه سنه يبكي. اقول لساعتك على حاجه، انا كتير بعمل برامج اعلاميه وبتحاور مع اساتذه مش عارف ليه مش قادر استوعب الموضوع كله. طيب تستوعب انت يا استاذ احمد لما يعني اعزك الله لما تبقى في المشكله دي. ربنا يستر ما اخشش في المشكله دي عشان ما الجاش للشيخ راضي. طب ناخد مريم من القاهره. السلام عليكم مريم. وعليكم السلام. مريم معاكم. اتفضلي. ممكن اتواصل مع الشيخ؟ اتفضلي. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، انا مره حلمت ان انا نايمه وظاهر لي على جنب الشمال هلال كده. طيب انا عايز بس اقول حاجه للساده المشاهدين، ان كل ما يتعلق بالاحلام والرؤى ترجع الى برنامج احلام منا اللي بيجي كل يوم سبت الساعه 7:30 تقريبا، لكن الشيخ راضي مش متخصص في التعبير. ايوه عشان بس نبقى الامور واضحه. لو عندي حضرتك سؤال متعلق بالملف المتعلق بالسحر والحاجات دي اتفضلي قولي، مش عندك احنا تحت امرك برضه. من النوم بيبقى جسمي كله همدان زي ما يكون متعلق. ايوه تمام كده. طيب في صداع عندك؟ طب خليها تكمل. وكان بيجي لي صداع كده على طول في الجنب الشمال ده، وبحس ان الجنب بتاع دماغي دوت منمله. تمام. صداع ودايما بحس ان وريحه بقي اللي هي الجنب الشمال برضه بتبقى ريحتها وحشه. تمام. طب في تعب في المعده عندك؟ كنت بخش الحمام على طول وبيجي لي اسهال ودايما بيجي لي مغص كده في معدتي على طول. طب امساك واسهال ولا اسهال بس؟ وبيجي لي وكان بينزل لي افرازات كان بينزل لي افرازات شديده شويه ريحتها برده مش حلوه. تمام. طب الدارة مظبوطه ولا بتلخبط بقى؟ طب ما يعني كل بس اسمحوا لي بس عشان كل الكلام اللي ده ليه علاقه بالطب. الدراع اللي الشمال لما ينمل يبقى انا اطمن على القلب، الصداع الكتير يبقى ضغط، الاسهال او كذا يبقى امراض بطنه يعني في. طيب. هل انت رحت الاطباء؟ ما انا عملت اشعه مغناطيسه على النافوخ ورحت لدكتور مخ واعصاب لان الصداع كان بيجي لي على طول شديد 24 ساعه. فعملت اشعه مغناطيس ورحت لدكتور مخ واعصاب. طيب. انا حل انت ما فيكيش اي حاجه خالص. انا كده خلاص ده ملف الشيخ راضي. انا مش عارف خلاص ده ملف الشيخ احمد. المشاهدين خلي بالك استاذ احمد طالع اصلا انا بمثل المشاهد هنا وانا في الاخر بنحقق امر بكل اللي يعني احنا برضو عايزين نوصل لان احنا نعود للعلم. تمام. يعني انا اشتغلت طبعا برنامج كله علم مع الدكتور محمد، فكنت بناظر هذه المسائل وكنت بقول العوده للعلم. تمام. لكن الشيخ راضي بيقول ان هو هناك تشخيص وعلاج وقصص كثيرة برضه استاذ احمد عشان برضه لا انا بنقول عودة للعلم. العلم الشرعي والعلم الدنيوي اللي هو الطب. تمام. لكن في حاجات انا في حالات عندي بتيجي نقول له انت ما عندكش حاجه روح للدكتور. تمام. في حاجات بتجيلي ان عليك من السحر الاول بعدين نقول له روح للدكتور. نعم. لانه راح للدكاتره مثلا لف لما دخل الدكاتره ما فيش نتيجه. تمام. فبيجي يقول لي والله انا حصل معايا كذا 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 كذا، فنبدا نعالجه نشخص ان عنده سحر الاول، بعد كده نعالجه من السحر وبعد كده نرجئه للدكتور يعالج الامراض العضويه اللي نتجت عن وجود السحر في جسمه الفتره دي كلها. انت بتقول اعالجه من السحر وبعدين ارجعه للدكتور. ايوه. طب ما انت هنا عالجت السحر اللي في صوره مرض، ليه يرجع للدكتور؟ عشان السحر بيعمل امراض عضويه في الجسم بناء على وجوده في جسم الانسان الفتره دي كلها. زي ما الاخت دلوقتي كانت بتتكلم دلوقتي، هي خفت من حاجات وفي حاجات عندها دي مش هتتعالج غير لما تعالج يبقى اعشاب يبقى دكتور. يعني هو لو تم علاجه من الامراض العضويه تمام دون ان يعالج من السحر هيرجع تاني مرض عضوي. ده بالاشد هيحصل مرض اقوى كمان. ما احنا دلوقتي يا استاذ احمد ايه اللي جاب المرض؟ مش المرض. طيب. نفسه. هرجع للسؤال اللي انا قلته في بدايه الحلقه، وهو ان الطبيب يدرس في الكليه فيتعلم التشخيص والعلاج. تمام. وده اسمه الطب المبني على الدليل. تمام. وده كلام ما فيش كلام فيه. كلام مظبوط. وانت بتقول هناك من يعالج السحر. تمام. وهو ليس بطبيب. تمام. من اين تلقى العلم للتشخيص والعلاج؟ طيب انا عايز الاول نسال سؤال. اتفضل. من اين تلقى الدكتور المرض؟ العلاج جاب العلاج منين؟ بناء على تجارب معمليه في ايران. انا اقول لك جاب العلاج منين. اتفضل. ما هو اصل الدكتور ما عندوش علم بالمرض. ولو عنده علم بالمرض كان عالجه قبل ما يظهر. نعم. تمام. لكن الدكتور والطبيب او العلم
استند على ان في اعراض حصلت، فابتدى الاعراض دي تحصل زي الكوليرا مثلا، زي ضعف المناعه، زي السرطان، زي كذا. تمام. فدي اعراض عند الانسان، هو بيبدا يجيب لها علاج. لكن هو ما بيجيبش علاج او بيعالج المرض قبل ظهوره. يبقى هو ابتدى يعالج المرض امتى؟ لما ابتدى العلاج المرض يظهر، ابتدى يظهر ابتدى يعمل له علاج. نعم. طب في دلوقتي امراض ملهاش علاج. نعم. طب الدكتور مش عارف يجيب لها امراض، مش عارف يجيب لها علاج؟ لا طبعا. ليه؟ لان هو لسه ما وصلش لده. يبقى احنا بنقول يا استاذ احمد ان السحر ده مرض زي اي مرض، بناء على الدكتور لما ابتدى يطلع علاج للامراض العضويه، احنا دلوقتي برضو يعني بالخبره وبشغلنا بنبدا نشخص هل ده فعلا سحر ولا لا، لان احنا بنشخصه بالشرع وبنشخصه بالعلم بالواقع. لان احنا دلوقتي بنقول ان السحر مرض زي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي الناس بتنكره. الحديث الناس بتنكره ده ان احنا بنثبت به سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وبنثبت به العكس. الناس معتقده ان السحر ان النبي سحر في عقله او سحر في عقيدته، لان النبي سحر مرض زي اي مرض. طب ما ده في تناقض مع عصمه الرسول، وان الرسول معصوم من 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 كل هذه المسائل. ولكن ردا على هذا الحديث والتحاور فيه نعود له. بس معانا فاطمه من الشرقيه. السلام عليكم فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فاطمه. انا كنت بتكلم من شويه والخط فاصل. اتفضلي يا فاطمه. انت اللي كنت بتشوفي تعابين، وكنت بتشوفي تعابين وانت نايمه، وفي واحد بيشدك من جنب زوجك. ايوه. انا بقالي 9 سنين وانا تعبانه. 9 سنين. طيب يا فاطمه، ما احنا قلنا لك يا فاطمه دي اعراض سحر عندك يا فاطمه. تمام. بقالي 9 سنين وانا لفينا الدنيا كده ما خليناش حد. لفيت على الشيخ والدنيا ولا دكاتره؟ الاثنين. لفيت على الشيوخ والدكاتره ولا الشيوخ بس؟ سامع انت. رحت لمين يا فاطمه؟ رحت للشيوخ يعني ولا دكاتره؟ للشيوخ، ورحنا برضو الدكاتره. طيب يا فاطمه، الاعراض اللي عندك تعالي المركز ان شاء الله خلال اسبوع واحد مش هتلاقي منها حاجه. ده لو عندك ده سحر، لكن دي اعراض سحر عندك. لو هي سحر ان شاء الله بعد ما تيجي نشخصه ان فيها سحر ولا ما فيش، وبعد كده ان شاء الله نعالجك من ده، وان شاء الله خلال اسبوع مش هتلاقي الاعراض دي باذن الله. اطمنت يا فاطمه؟ اشكرك يا فاطمه. طيب فاطمه، يعني هو اختصارا الشيخ رادي كان بيسالك وبيقول لك هل انت رحت الاطباء والشيوخ؟ قلت له رحت الاطباء ورحت للشيوخ. بيقول لك الموضوع اللي انت قايلاه ده متعلق بسحر عندك. هو ده هذا على حد تعبيره. هو ده اللي بيتكلم فيه بقى، ان الشيوخ بيعالجوا العرض ما بيعالجوش المرض. بيعالج الجن يا استاذ احمد. وبعدين يقول لك ازاي بتقول ان السحر ما بيتعالجش، القران ما بيعالجش سحر؟ عشان هو مش فاهم. لماذا يعني لماذا افترضت ان الشيوخ تعالج العرض وليس المرض؟ ما هو وعممت. بص يا استاذ احمد، ده اللي حاصل. الا من رحم الله تبارك وتعالى، 99% من الشيوخ بيعالجوا العرض ما بيعالجوش المرض. هذا كلام على لسان الشيخ راضي. ده على لساني وعلى مسؤوليتي. على مسؤولية الشيخ راضي. هو اللي بيقول يا استاذ احمد تصريح اهوت على الهواء. انا عايز شيخ يجيب دليل ان القران بيتعب الجن. تمام. او بيحرق الجن مثلا. تمام. لكن هم الشيوخ اشتغلوا بناء على استاذ احمد، بناء على ان دي شغلانه هيعملوها، وبناء على ان الناس بتصوت وتصرخ، فخلاص انا هنبدا نعالجه نفسيا. انت مؤمن معايا بان هذا الملف هناك فيه الكثير من الدجل والدجالين؟ ده اكيد طبعا. والكلام ده كله ده أكيد. ولا مش مؤمن معايا؟ ده قولا ده قول ده ده, ده, ده عشان بس احنا كقناه، احنا كقناه ما بنحاولش ان احنا نروج لهذه المساله. احنا بالعكس، انا ما بشتغل مع الشيخ راضي، بنحاول نحقق ما يقوله ونديله فرصة للحوار، شأنه شأن غيره. تمام. ناخد منى من الشرقية. السلام عليكم منى. السلام عليكم. اتفضل يا منى. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل الشيخ. لو سمحت. اتفضل يا منى. لو سمحت، أختي كانت تعبانة وادالها الشيخ وكده، وبعدين شافت إن حد بيقول لها النجمة مقلوبة والعمود معوج. تمام تمام. بس كده؟ نعم. يعني هي شافت ده في منام أو رؤية؟ يعني حد قال لها النجمه مقلوبه والعمود معمود. طيب ما دي ترجع ان شاء الله تدعك الاستاذه منى في هذه المساله. طيب هي تعبانه تعبانه بسحر ولا حاجه؟ حد عمل لها سحر يعني. هي تعبانه بسحر يعني. طيب ممكن يكون الشيوخ اللي كان بيتعالجوا عندهم او كنت بتعالجوا عندهم يا استاذه منى او استاذه منى، ده حد لبسها جن ولا حاجه، فابتدى الجن ده يدي لها حاجات معلومات وكده، فشيء عادي يعني. فبدل هو سحر هتيجي نعالجها وخلاص ان شاء الله. برضه انا عايز نطمن، انا عايز نطمن المشاهدين يعني يا جماعه، موضوع السحر ده والله يا استاذ احمد ابسط علاج، ومش صعب زي الناس معتقده، ولا هو ده، لكن هو صعب فعلا لو الشيخ اللي بيعالج مش فاهم هو بيعالج ايه. تمام. ولا وصعب فعلا لو الانسان اللي بيروح يتعالج ده بنف على الناس مش فاهم هو بيعمل ايه. تمام. فيبدا يصعب على نفسه المساله اكتر. لكن موضوع علاج السحر ده بسيط جدا، خلاص انت عرفت المرض زلت المرض خلصنا. لكن من سهل يعني، اللي بيعرف طريقه البناء بيسهل عليه الهدم، لكن انت مش عارف طريقه البناء اصلا،
فبتهدم بتهدم عقائد مع الانسان نفسه. طب يعني على يعني على تعبير حضرتك ان هناك بيبقى في سحر وبالتالي هو مريض بس بمرض السحر. ايوه غير الجن. انا ما بقولش حد مريض بالجن او سحر. مريض يعني ما بنقولش يا جماعه مريض بالسحر. انا مش بنقول مريض بالجن. تمام. انا بنقول لك الجن ده عرض، كانه واحد عنده الزايده وحصل له مغص، يبقى الزايده دي مرض والمغص ده عرض. طيب الدكتور او الشيوخ بيعالجوا العرض وسايبين المرض. طيب هل دلوقتي انا هنقول في مريض بالسحر كما قال الشيخ راضي، هل المريض ده لازم يمثل امام حضرتك او امام مختص عشان يعالج، ولا ممكن يعالج عن بعد، ولا ممكن يوصى ببعض الحاجات اللي يعملها فيعالج؟ بص يا احمد، هو دي بتبقى تابع المريض نفسه بقى، او تابع الشيخ اللي بيعالج نفسه. لو هو وثق في المريض نفسه ان هو هينفذ، والمريض عنده ثقة في الشيخ، خلاص يبقى هينفذ الخطوات او ياخد علاج ينفذه بالتفصيل مثلا. بس تمام. لازم التشخيص، لازم التشخيص بناء بقى عن طريق التشخيص ده، ممكن يكون عن طريق التليفون، عن طريق المهم يسأل، لكن الافضل انه يمثل امام الشيخ. اذا هناك سحر، والسحر يعرف بمرض، والمرض يشخص ثم يعالج. تمام. هذا ما قاله الشيخ راضي لحويتي في هذه الحلقة، ولكن هناك الكثير من الاحاديث حول هذا الملف، وهناك استفسارات كثيرة ما زالت مستمرة وموجودة، ولكن إن شاء الله نكملها معكم في الحلقة القادمة قبل هذا الموعد بساعة إن شاء الله بإذن الله. في نهاية اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ راضي الحويتي المعالج بالقرآن الكريم. شكرا لك يا شيخ راضي. ربنا يكرمك يا زحمة. ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزانك يا رب. وطبعا بشكر أسرة العمل، كان معنا في الإعداد أحمد البحيري، وإشراف الأستاذ سمير حلبي، ديكور محمد دري وكرماني، الإضاءة علاء أبو أشة، الصوت على حسين، والتصوير أمير سمير، وشكرا لمخرجنا الواعد الأستاذ محمد سمير. وختاما أقول لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله، ولكن جميعنا نحمل هما واحدا وهو كيف نرضي الله. والسلام عليكم ورحمة الله.